وهي خلود، ليك شلون عم تنط لك؟ بنت طيبة وقلبها كبير، بس فيها شغلة بشعة ما حدا بيقدر يتحمل هالشغلة نهائيا. يا لطيف شو فسادة وبتحب طق البراغي، ما بتوفر حدا نهائيا نهائي. يعني بس بدي افهم شغلة واحدة، صرنا ساعة من جديد ليه ما طلعتي؟ راما مالك سمعانة يا منزمر ليك هاي شو؟ هلأ كل الطلاب رفقاتها بيكرهوها لأنه فسادة وطق براغي، بس الأساتذة روح قلبهم توصلهم كل كلمة عن الطلاب، والعلم نورهم. وينك لهلأ؟ قصدي ليش تأخرت لأجيت هالمدرسة؟ لو تعرفي شو صاير معي. شو صار؟ هاي لقلك سوى عجيب يصير لحظة. لا ما ما بسمح فيه بمدرستي ابدا. قام يزن قال لها عسى الله يخليك خليني فايق ورايق وما تخليني عصب. قام اجت لعندك فورا ويزن قال للشباب والصبايا بس يجي المدير لهون بتقولوا له انه علاء هو المحافظ، وعلاء حافظ يا حرام. وقف علاء وقال له يا شباب حرام عليكم انا حافظ. قام اجى محجوب وقال له عود بمكانك. لا والله استاذ قيس اللي قال له عود بمكانك، ولك هذاك لا قيس هو اللي اعترض قال لهم يا شباب حرام عليكم حرام علاء حافظ. قام جابوا هيك محجوب قال له ولك لك شو في شو في ضربي بعلك لك محجوب هيك قال له لقيس استاذ قال له بفرمك فرم اذا بتحكي. انت فتت سالتها لصفاء قامت صفاء كذبت عليك كذابه استاذ ما حكت لك الحقيقه لو سالتني الي كنت قلت لك. وبالنسبه للؤي يلي كان عندك مو خاله هذا واحد بيعرفه غسان لؤي دفع له مصاري مشان يجي لعندك ويقول لك انه خاله يبرر له غيابه بس انت ما عم تسالني استاذ. ايه بابا خلود وشو في اخبار؟ بابا جايتك. هذا ابو سعيد كان عم يتفرج على الفضائيه على الاخبار قام قال لبنته شيلي بابا شيلي هذا كله كذب بكذب وقال لها اصلا الخبر ما بيطلع عنا الا بعد 10 ايام وهذا اذا طلع بيكون طالع على كل الفضائيات وحاطيننا بخانه اليك. ابو سعيد قال شيلي شو اسمه من الاخبار. اي بابا وهي خلصنا من الراقصه لنجيبه لابو سعيد. وينه ابو سعيد؟ ها هذا ابو سعيد انا بورجيه إذا ما سفقته تقرير وطلعته من أحف راسه أنا بورجيه. لحظة شوي أبو سعيد والفضائيات والأخبار. بتريد مني شي تاني بابا؟ لحظة بدي أشوف هذا محمد القادري أبو محمود قال شو قطع المي. أنا بورجيه إذا ما بقطع الخلفة تبعه من أساسه. ها هاي هي خلصنا. صحة صحة بابا صحة جلبوي. خلود لك خلود خرب بيتك راحتي لجيب مي لحالي احسن شي. الله يسلم المرو طير العال في واحد حساب حركش مني حازم حركش مني هلا انا مش حركش فيها ليك على المنظر ليش عم تحركش وفكر حالك صفاء لك يخرب بيتك اصلا شادي كان عم يحكي عليكم امبارح بالباحه مين عم يحكي شو كذابه يعني شو ما خلى حدا الا وما حكى عليه تجري جليات وشعرات ليكو اصلا بيعطينا على فرس البحر. ايه بابا فهمت فهمت لك بعرف انك فهمتي بس بدي اياكي تفتحي عيونك 10 على 10 حاضر بدي اياكي كلمه واحده تفوتك ها ماشي ولا يمك ولو انا بنتك يلا باي باي الله معك مع السلامه خلود تعالي بابا
ابوها لرفيقتك شو اسمه ابو حسنة، هذا مسؤول كبير بالبنات، بجوز يعني يغلط له بشي حديث هيك ولا هيك، تشن في اذنيكي وبتعرفي شو عم بيقول. حاضر بابا، اعتمد علي، يلا سلام. الله معك، مع السلامة. لا بدك الاحمر يا درصاني. بي علينا ابو احمد، النسف وتقريب بيروح فيها سنتين سجن وعالواقف. احمر عبر زي القمر، لما تدغدغ وجنته نسمة هواء. بدي اقول لك شغلي فاضي؟ ايه علينا، مالك شايفتيني مشغول؟ قولي خلود شو بدك؟ قولي بسرعة. هذا في واحد سرق صورة اليوم من المدرسة من درج المدير وحطها بجيبته. أنو واحد؟ طارق بابا طارق. لحظة. ليك طارق. ايوه هذا اللي بيضل نايم بالصف؟ ايه بابا هذا هو، بس هو من بعد ما صارت الحريقة بالمدرسة بطل ينام، مدري ليش. معلومة كتير مهمة لازم ندونها بإدبارته. لحظة. على سيرة الحريقة، مين اللي عمل الحريقة؟ ما بعرف، بس المهم خبروا للمدير عن الصورة ولا لا؟ لا بشبه انت لخلود، بزعل منك. ها طبعا لازم تخبريه. مشان حريق المدرسة انا شاكة انه غسان، لانه من وقت حريق المدرسة وهو متغير حتى بطل يدخن. لحظة، غسان اذا ما بيدخن راح بيدخن. لحظة شوي. أنسي؟ يعني أنا شو ممكن أعمل لخفف عن حالي شوي؟ كتير مرة بنفحص. واضح كتير إنك مرعوب، ورقتك لهلأ فاضية، ليش يا زلمة؟ ما عم بفهم حل شي، ما بعرف. طيب يلا ركز كتير، بدك مساعدة. أنسي بس كنت عم بسألك على السياق الفلاحين اللي وقتها، بس مادة الدرجة أكثر ما أنت. أنسي في ناس عم تتنقل هون، قلك مين هن؟ مين؟ رؤية عم يتنقل أمس؟ كذابة أنسة، كذابة. لا لا مريم، شو حكي؟ أنسة طولي بالك. لا أنسة، لا أنسة، يلا أنسة، بس زي، بس زي. أنا بدي أتنقل أمس. لا يا أنسة، يلا بس زي، بس خليني بس كلمة بلا لعظة. لا برا لؤي. أنسة أنا ما بتنقل، هاي اسأليه ولا الشباب. لؤي تبري. أنسة آخر مرة. لا كثير معلم، بس أنا ما بطلع بس عنا كبرتك انت وياه. امريكا انسي. شو حكي انه يلا؟ امريكا امريكا. خلاص بقى يلا عنا كبرتك انت وياه. طارق طارق قد ايه بده الفحص ليخلص؟ ما بعرف هلا هذا وقته. هذا وقته لوي، هذا وقته. لكي قول بس تعالي ناخذ بعيد عني. ما بتلعبي معي بنوب، بتعرفي ليش؟ لانك مالك قد فهمانه ولا ولا لا. اترك شعراتي اصلا، انا شو دخلني؟ انت اللي ما كنت حافظ. انا اللي ما كنت حافظ؟ ايه انت. بتعرف شو كنت ناوي اعمل بس لشوفك؟ كنت ناوي ابزق بوشك بس غيرت رايي. لا 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 لأنه البزء خسارة فيك يا يا بشعة يا زبالة البنات. ليش هيك عم تحكي عني؟ أنا ماني بشعة. خلص يا رباب، خلصني. غير شوي يا عمى. لك واحد عليك، واحد عليك. شباب انتي يا بنت اللي عم نضرب. شوي شوي بتزيدي عليك وعلى اللي خلفوك إذا بدك. اسمع لؤي، سيرك اللي خلفوني ما بتجيبها على لسانك أبدا. لا طارق لؤي، بدي أقول طارق 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 سير الاهلي ما نجيب على سنه. اسمع ما تقوم بحكي شوي. روح على البيت. روح على البيت. روح على البيت. تطلع 60 كلب. اسمعوا لا، اصلا لو كان فيك شويه رجوله ما كنت بتمد ايدك على بنت. يا كلب يا تافه يا واطي. تعالوا اسمعوا مين عم يعطينا المواعظ يا جماعه. تعالوا اسمعوا. الموزع
شغيل الكازينوهات. شو يا حلو؟ شو بابا؟ صار لك مدة كبيرة ما حكيتي لي شيء عن أخبار المدرسة، شو يا قطة؟ أنا؟ لا لا ما في شيء بابا، ما في شيء. وهذا رفيقك اللي سرق الصورة من درج المدير، شو صار فيه؟ قصدك طارق؟ يا عيني عليك طارق بذاته، شو صار معه؟ مو هو اللي سرقه بابا، مو هو، يمكن أنا غلطانة. غلطانة؟ إيه؟ لنرجع لأخبار المدير لك. المدير إيه بعد هالموقف اللي عمله معي؟ بكون كلبة إذا بفسد عليه من اليوم ورايح